السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفة طبيعية وصحية وغير مكلفة. هاد الوصفة هادي تاع اليوم خاصة بإعادة اللون الأسود للشعر ديالكم طبيعيا. يعني كاين بزاف تاع النساء كانوا يعني كيصبغوا الشعر ديالهم بزاف ديال الألوان حتى تيفقدوا اللون الطبيعي ديال الشعر ديالهم. اليوم احبائي الاعزاء جبت لكم هذه الوصفه، هذه طبيعيه باش تردوا اللون الاسود الطبيعي في الشعر ديالكم. هذه الوصفه هذه عندنا فيها واحد جوج ديال المكونات، غادي نحتاجوا فيها اليزير يعني اكليل الجبل، وغادي نحتاجوا فيها السالميه يعني المرميه، وغادي نحتاجوا فيها واحد جوج كيسان ديال الماء. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه، غادي ناخذوا جوج معالق كبار من اليزير يعني اكليل الجبل، وغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال السالميه يعني المرميه، وغادي نضيفوا عليهم جوج كيسان ديال الماء، ونديروهم في واحد الطنجره فوق نار هادئه لمده ديال 15 دقيقه. من بعد احبائي الاعزاء نزولوا هذا الماء هذا من فوق البوطا، ونخليوه ليله كامله، يعني هاد المواد نخليوهم منقوعين في داك الماء ليله كامله. وفي الصباح احبائي الاعزاء تصفيوا هاد المكونات وديروهم في شي قرعه يعني في شي بخاخ. الطريقه ديال الاستعمال ديالهم، غادي تبداو تاخذوا من هذا الماء، وخاصه خص ضروري يكون الشعر ديالكم نقي، وهذه الوصفه هذه كتستعمل على الشعر يكون ناشف ماشي فازد. غادي يكون الشعر ديالكم نقي، وتستعملوا هذه الوصفه هذه على الشعر ديالكم يعني من الجذور حتى الاطراف، وغتخليوا هذه المكونات على الشعر ديالكم لمده ديال 20 دقيقه يعني ثلث ساعه. ومن بعد احبائي الاعزاء تغسلوا عيب الماء عادي يعني المدافي بدون شامبوان. هاد العملية هادي كتكرر من 3 حتى 4 المرات خلال شهر. احبائي الاعزاء غتبداو تلاحظوا بان اللون الطبيعي ديال الشعر ديالكم الاسود ولا كيرجع لكم الشعر ديالكم بشكل طبيعي، وصفة غير مكلفة وفي متناول الجميع. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هاد الوصفة هادي، واللي ما فهمش شي حاجة ممكن يطرح السؤال ديالو. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.